مساءكم خير. يمكن واحنا بنتكلم عن التحول التكنولوجي وعن تغيير بيحصل وعن الخدمات الحكوميه اللي بتقدم كلها من عبر منصات وعبر منصات الحكومه الالكترونيه، كل ده اكيد اي حد فينا بشويه تفكير هيسال نفسه، يعني مين اللي هيدير كل المشروعات دي؟ مين اللي هيدير كل الرقمنه دي؟ هل الموظفين اتطوروا وعدد الموظفين اللي ممكن يخدم المشروعات الضخمه دي كفايه؟ السؤال ده بالمناسبه لو جه في بالك يبقى سؤال منطقي. هو جه في بال الدوله من سنتين ثلاثه فاتوا، وبناء على هذا السؤال سالنا نفسنا كمان سؤال، طب والاجيال اللي جايه مين فيهم هيكون موجود في مصر يدير هذا التحول الهائل اللي بيحصل؟ عملنا مشروعات عظيمه، عملنا رقمنه، مين يسوقها؟ مين يقودها ومين يطورها بكره؟ عشان كده يمكن اعتقد انه مشروعات او مشروع بنات مصر الرقميه اللي كمان ظهرت منه مؤخرا نسخه جديده اسمها اشبال مصر الرقميه، اعتقد ان دي واحده كانت من الاهداف اللي وراه انه يطلع عندنا قاده جداد، ناس تقدر تحمل الرايه للاجيال اللي جايه وتحديدا في ما يخص الرقمنه ودورنا بقى في المستقبل. انا مبسوطه بقى ان النهارده معايا المهندس زياد هشام، احد خريجي الدفعه الاولى من مبادره مصر الرقميه، صح كده؟ بنات مصر الرقميه. بنات مصر الرقميه، هو ايجيبت بيلدرز، يبقى بنات مصر، صح كده؟ ايجيبت بيلدرز انيشيتيف. بالظبط كده. ازيك يا زياد؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. احنا اتاخرنا اننا نسمع منكم، لكن انا مبسوطه قوي انك معانا النهارده. سمعنا قوي عن المبادره، وبصراحه اللي ما سمعش عن المبادره سمع لما الريس قال انه العدد كان قليل قوي اللي اتقدم في المبادره، فاحكي لي بقى التفصيله وانت عرفت عنها امتى وقدمت امتى. تمام. هو القصه كلها ان انا بعد لما اتخرجت من الجامعه كنت عايز ان انا ابدا الشغل في مجال التكنولوجيا بالتحديد داتا ساينس وارتفيشال انتليجنس، او يعني ما يسمى بعلوم البيانات. فالفكره كلها ان انا ما كانش عندي الخلفيه الكافيه ان انا ابدا اخد اول خطوه في المجال ده، فحبيت ان انا يعني اعرف ازاي ابدا في المجال ده. قبل ما اتكلم عن بنات مصر الرقميه عشان عايز ادي كل مبادره حقها، يعني انا انضميت الاول او التحقت بمبادره مستقبلنا الرقمي. دي مبادره ثانيه اصغر شويه من بنات مصر الرقميه. هي الفكره كلها منها ان احنا بناخد شهادات اونلاين في الكورسز في المجالات اللي احنا حابينها. فانا بدات ان انا اخذت شهاده في تحليل البيانات وواحده ثانيه في تعلم الاله، فده كانت بالنسبه لي زي اول خطوه ان انا اكتسب شويه خبره في المجال ده. وخليني اقول ان تقول انك مهتم. بالظبط. يعني هو اكثر ناس بتقدر تعمل تغيير those who care زي ما بيقولوا كده، اللي بيهتموا. انا يا زياد قبل ما بعد اذنك يعني تكمل كلامك، معانا على التليفون مهندس محمد محسن، مؤسس ورئيس واحدة من الشركات الرائدة في تصميم دوائر الكهرباء، ومعانا مهندس مايكل استفانوس مؤسس واحدة من مشروعات مبادرة مصر الرقمية بينضم إلينا عبر سكايب. احنا بس بنرحب بيهم كده تليفونيا وهم ان شاء الله مشاركين معنا في الحوار، هنرجع لهم مرة تانية بعد ما زياد بس يحكي لنا عن مبادرة بنات مصر الرقمية وعرفت عنها ازاي. تمام. انا بنات مصر الرقميه بعد لما خلصت خلاص مستقبلنا الرقمي، عرفت عن بنات مصر الرقميه من والدتي. هي كانت شافتها تقريبا في اعلان في الشارع عادي، بعدين حكيت لي عنها. فانا دخلت على الموقع بتاعها اللي هو w.gov.eg ولقيت كل التفاصيل مكتوبه وكل شروط التقديم وكل حاجه. هي شروط التقديم تقريبا بسيطه، انا مش فاكرهم طبعا كلهم، بس كانت حاجه اللي هو انا ببقى مصري وابقى حديث التخرج. حلو. تقريبا حديث التخرج اللي هو مثلا في خلال الاربع سنين او خمس سنين اللي فاتوا، مش فاكر بالظبط. وشروط تانية اللي هو مثلا ابقى عندي GPA معين. اوكي. بس وتقريبا دي وانك تكون خريج واحده من كليات النظم المعلومات، يعني بالظبط هندسه او نظم معلومات او حاجات اللي هي ريليتد كمبيوتر ساينس كمبيوتر انجينيرنج كل الحاجات دي. حلوه. بس استنى، مش بس انا عايزه لنا هنا سنسكت قليلا. ينفع قوي حد يشوف الاعلان عن المبادره ويقول هنعمل ايه بالمبادرات، وينفع قوي حد مامته تقول له في مبادره يقول لها بس كبري انا مش هعمل حاجه. ينفع حد يهتم؟ اعتقد صدقوني ثلاث ارباع مشاكلنا احنا مش مهتمين نجرب، احنا طول الوقت يأسانين وشايفين ان مفيش فايده، انا مفيش فايده ومفيش حاجه بتحصل. على فكره انا كنت واقع في نفس الغلطه دي. يعني انت كنت بتعمل كده صح؟ يعني انا اصلا لما اتقال لي عليها
قلت خلاص ماشي ماشي عشان بس ايه يعني عملتها يعني وقعت في نفس غلطي. قلت خلاص ماشي هقدم ودخلت نمت تقريبا وطنشت. بس بعدين هي قالت لي ما بسيط. قلت لها بسيط. بعدين بقى قلت عشان ايه ضميري بس ما يقلبنيش. فعلا فتحت وبسيط ولقيت ان التقديم سهل فقلت خلاص اقدم وخلاص. بس قدمت كل حاجه. وانا كل ده كنت فاكر عامه ان احنا هنسافر بره يعني انها هتدينا درجه ماجستير بره. اوكي. بس فقدمت وكلموني وبعدين امتحنت وعملت انترفيو كل حاجه عدت. في الانترفيو بقى عرفت انها في مصر. اوكي. فساعتها بقى رجعت تاني شكيت تاني واللي هو قلت لا خلاص حتى لو اتقبلت انا مش هكمل فيها. عشان هو قلت يعني انا عايز اكسبيرينس جديده. وقلت انها مش هتبقى جد يعني. بالظبط. قلت بقى هتبقى اونلاين تاني وانا لسه عامل مستقبلنا رقمي برده كانت اونلاين فخلاص بقى كفايه اونلاين يعني. بس فبعدين بقى جالي المكالمه ان انا اتقبلت وكل حاجه وانا كنت رافض يعني. أوكي. كنت واخد القرار ان انا مش هكمل فيها بس قلت برده عشان ابقى راضي ذمتي وابقى ضميري مستريح ابقى جربت للاخر. كان في قالوا لي على يوم تعريفي. قلت اروحه واسمع كل حاجه وكنت واخد معايا الورق عشان قلت لو غيرت رايي وحصل فعلا ده اللي حصل اسيبه وارجع. انا مبسوطه بصراحتك صدقني انت جميل يعني احنا مفيش حد فينا مثالي يعني وفاهم كل حاجه للاخر. بالظبط. ثانك يو. ويوم التعريف حصل ايه؟ بس يوم التعريف بقى اكتشفت حاجات جديده ما كنتش عارفها خالص. زي ان هي مش بس عباره عن درجه ماجستير وخلاص واللي هو همشي وهرجع لدرجه ماجستير. بس اول حاجه ان احنا بناخد كميه شهادات في الاول. طب. دي اصلا بترفع من السيره الذاتيه بالذات ان اصلا حاليا الشركات بتبص على الحاجات الثانيه غير الاكاديميكس. فدي كانت اول حاجه غيرت رايي ان احنا بناخد تكنيكال سيرتيفيكتس من يعني شركات عمالقه في مجال التكنولوجيا. حلو قوي. غير كده كمان في بقى بينموا المهارات القياديه والاداريه عندنا. دي كانت حاجه برده مهمه تتكتب في السيره الذاتيه. نرجع بقى لدرجة الماجستير. أنا كنت اللي مخوفني إنها تبقى أونلاين. هم موفر لنا مقر هنا في القاهرة والشهادة بتاعتنا مش مكتوبة إنها أونلاين. هي أكننا بالظبط أخذنا الماجستير من كندا. هي الجامعة كانت جامعة أوتوا. بس ففي المقر ده كانوا مجهزين لنا بقى لابز ويعني معامل كل حاجة عندنا معيدين كل حاجة كانت مجهزة. فعشان كده هي الشهادة بتاعتنا مش شهادة أونلاين. هي شهادة أكننا كنا في الجامعة هناك. فكل ده خلاص يعني غير الانطباع اللي كان عندي. وانت اخذت شهادتك من جامعة أوتوا؟ اخذت شهادتي من جامعة أوتوا. وانت في مصر؟ وانا في مصر. والكمية الشهادات وانت قلت كمان مهارات قيادية والشهادات اللي قبلها دي وفي كمان لغة. كلفتك كام بقى يا باشمهندس؟ انا ما دفعتش ولا أي حاجة ولا مليم صفر. لو كنت اخذتها على نفقتك الخاصة كنت كنت هدفع كتير قوي. الافات الدولارات مش كده؟ حاجه بتاعت 100 ما دي برضو حاجه اخيره خلتني اقتنع. ف تقتنع ايه يا عم؟ ده حاجه يعني عظيمه. دي حاجه عظيمه جدا يعني. انا بقصد اقول مبسوط. انا عايزه زياد بس يكمل كلامه الاخر وبعتذر ان احنا في تليفون معانا. لكن هو ده تعريف بالظبط الفرص اللي ينفع حد فيه. انا واللي جنبي ممكن ناخد نفس الفرصه. انا بس رحت وجربت وحاولت واللي جنبي حاسه ان مفيش فايده من اولها. فبشكرك يا زياد انك حكيت التجربه دي. مهندس محمد محسن معانا على التليفون مؤسس ورئيس احدى الشركات الرائده في تصميم دوائر الكهرباء. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا فندم. ازي حضرتك؟ نفسي تحكي لنا حضرتك عن مشاركتك في مبادره بنات مصر الرقميه. طيب اصلح عليك بس حاجه. انا مؤسس ورئيس مجلس اداره الشركه مسؤول بتشتغل في تصميم الدوائر الالكترونيه دوائر الكهرباء لان الديفرنت فاكتور اللي في الدفن. انا اسف دي غلطه من عندنا احنا. لا لا مش مشكله. انا اصلح. طبعا ما انا قلت ايه علاقه الكهرباء بالديجيتال. بالظبط. احنا يعني متخصصين في السكتور اوف الالكترونكس الكترونيك ديزاين او حاجه دقيقه شويه بيسموها صناعه اشباه الموصلات او الماي كوندكتور. وزي ما انا يمكن شرحت كده قدام سياده الرئيس ويمكن سياده الرئيس لحضرتك كنت متابعه الايفنت كله من اوله. جاء على الهرم اللي كابتن الوزير كان بيشرحه ومسك القمه بتاعت الهرم كانت بتتكلم على تصميم الدوائر الالكترونيه وركز فيها شويه. قال احنا عايزين نعمل هنا اكتر. حضرتك لو خدتي بالك كده من الهرم هتلاقي الهرم مدبب فوق شويه يعني الجزء ده صغير عن القاعده. فهو صغير ليه؟ صغير لانه دقيق ومش سهل ومش اي مهندس يقدر يخش فيه غير لما يكون دارس بعض المواد المعينه ويكون عنده اساسيات تؤهله للعمل في هذه الشغلانه. الشغل في التصميم الدوائر الالكترونيه تتطلب خبره كبيره قوي، تتطلب انفستمنت كتير قوي او استثمار كتير قوي في المهندس.
فعشان كده سياده الرئيس كان بيقول احنا عايزين نروح لدي، لان الدول اللي راحت فيها من كذا سنه يعني سبقت جامد قوي في التكنولوجي. النهارده التكنولوجي بشكل كبير قوي هي النهارده خطره لدول كتير قوي. انا يمكن حتى اديت في المقدمه اهميه التكنولوجي او الاندستري دي ايه. حضرتك عارفه فتره كورونا حصلت ازمه كل حاجه في العالم، وكل ما نسال يقول لك اصل في مشكله رقائق الكترونيه، والناس ما كانتش لسه مستوعبه ايه الموضوع ده، ايه مشكله الرقائق. مشكله ان سلاسل الامداد او بيسموها السبلاي تشين بتاعه الرقائق الالكترونيه ديت هي دي اللي وقفت 90% من الصناعات. اه بالظبط. ليه؟ لان الالكترونكس موجوده في كل حاجه. اي حاجه حضرتك العربيه النهارده فيها الكترونكس، احنا اللي حضرتك لو في البيت طلعت في البيت فيه الكترونكس، كل حاجه فيها الكترونكس. احنا فين يا باشمهندس في هذا العلم اللي انا عارفه انه بعض البلاد تحتكره، بعض البلاد تستخدمه فقط؟ هل احنا في بالنا اننا نقدر نصنع الشيبس، وده هل ممكن يعني؟ طيب هقول لحضرتك برضو تاني تعريف تاني. الصناعه هي صناعه عميقه، وصناعه بتحتاج استثمارات كبيره، فيها مراحل كتير قوي. بتبتدي من التصميم زي اي صناعه، بتبتدي من التصميم وتنتهي بالانتاج او بالتصنيع، ثم بعد كده تجميع ومراحل كتير واختبارات وكده. المرحله بتاعه التصنيع هي مرحله نقدر مصر تخش فيها، مفيش حاجه ما نقدرش، ولكن هي بتحتاج استثمارات ضخمه، يعني ضخمه بمعنى ان المصنع الواحد ممكن يكلف 10 بليون دولار، يعني 10 مليار دولار، وبعدين بيحتاج امدادات من مواد لوجستيه صعبه. بالظبط. فممكن ما تكونش دي المرحله اللي مصر محتاجاها النهارده، ولكن مصر فيها طاقه بشريه جيده، فيها مهندسين جيدين، وفي النهارده لبنه من شركات زينا وغيرنا النهارده موجودين. زي ما انا قلت سياده الرئيس ابتدت شغلها بقى لها 20 سنه، والنهارده بقى لينا وجود على الخريطه. يعني الحمد لله مصر النهارده موجوده فيها، طبعا مش فيها زي الهند ومش فيها زي دول ثانيه كتير، ولكن عندنا لبنه محترمه جدا، والكفاءه بتاعتها اعلى كتير من حتت كتير. فالنهارده المهندسين عندنا في مصر الجيدين لا بيتخطفوا في العالم كله. وانا نفسي ما يتخطفوش، نفسي يقعدوا في بلدهم ويعملوا ويطوروا اكتر، لان واعتقد ان هو ده القصد من المبادره اصلا، انه المهندسين الشاطرين دول يفضلوا معانا يدرسوا في مصر ويرجعوا يكملوا بقى شغلهم، لان احنا محتاجينهم بالتاكيد. خليني بقى اكمل لحضرتك موضوع المبادره وعلاقتها بينا. يمكن احنا كشركه ما بنستفيدش بالمبادره بشكل مباشر، يعني انا كبير شويه مع عن الشباب الموجودين. يعني حضرتك مش من الناس اللي حضروا واخدوا الاستفاده، لكن اكيد في تعاون. انا كنت موجود لسبب، يعني هو كابتن الرئيس مهتم بهذه الصناعه، مهتم يسمع رواد الاعمال في هذه الصناعه، لانها من الصناعات الواعده لمصر. فده كان السبب الرئيسي. التعاون بيننا في المبادره دي، او احنا شايفين المبادره دي ازاي، المبادره ممتازه لسبب ان حركه العلم النهارده سريعه قوي. العلم بيتسارع. النهارده في مواد علميه الناس بتسمع عنها زي الذكاء الصناعي وسايبر سكيورتي والكترونيك ديزاين وحاجات كتير قوي ما كانتش موجوده قبل كده، حاجات استحدثت على العلم. الحاجات دي لا تدرس في الجامعه بالكم الكافي. فالنهارده الخريج بيطلع من الجامعه ايا كانت الجامعه ودرجه يعني الجوده بتاعت الجامعه، ولكن بيطلع مش جاهز لسوق العمل بسرعه. فالنهارده المبادره دي بتعمل بوت سترابنج، يعني بتعمل تمهيد للراجل ده ان هو يقدر يخش سوق العمل بسرعه، ينتج، يساعد الشركات. فده طبعا المبادره دي النهارده لحد ما نظام الجامعي بتاعنا في مصر يتحدث، زي ما سياده الرئيس كده اتكلم في الخطاب، وزير التعليم العالي، سياده وزير التعليم العالي قال النهارده مصر بتنشئ جامعات جديده فيها هذه العلوم الحديثه. الموضوع ده بياخد وقت طبعا، تعد اعداد كورسز والدكاتره، وان تيجي الجامعه تطلع ناس في الوقت ده. مبادرة زي مصر الرقمية دي مبادرة جيدة، لأنها بتعمل مسرعة إنتاج، بتطلع منتج من الشباب اللي متعلم بسرعة. احنا الخط قطع مع مهندس محمد، لكن مفهوم جدا الفكرة، وفكرة انه الاحتياج العالمي، السوق العالمي، دي واحدة من أهم التخصصات في العالم، كل من يعمل في مجال التكنولوجي. فاحنا عايزين نشوف مهندس زياد وغيره وأحمد ومحمد وحسن وناس كتير يفضلوا موجودين في مصر، ويقدموا هم ما يمكن أن يقدموه لكتير من المشروعات الموجودة في مصر. بعد الفاصل هنكمل كلامنا، هيكون معنا مهندس مايكل استفانوس، مؤسس واحد من المشروعات اللي شاركت في مبادرة مصر الرقمية، ونكمل كلامنا طبعا مع مهندس زياد. مساءكم خير.
لسه بنتكلم عن مبادرة مصر الرقمية وشفنا ثمار المنتج النهائي ليها، ومن أجمل ما في المبادرات دي إن المنتج النهائي بشر، ناس مصريين بيزيدوا من القيمة الشخصية ليهم ومن القيمة الشخصية لسوق العمل في مصر بشكل كبير. احنا اتأخرنا على المهندس مايكل، فبنرجع لك ونبتدي معاك. مهندس مايكل ستيفانوس مؤسس واحدة من الشركات اللي في ريادة الأعمال التكنولوجية، وعايزة كمان على طول أسأل حضرتك الأول مساء الخير، وقولنا عن مشاركتك في مبادرة مصر الرقمية أو الدعم اللي أخدته من هذه المبادرة. مساء النور. الأول أنا مايكل، فعلا المؤسس والمدير التنفيذي لشركة كواليتي للمقاولات، أو بالأخص في مجال الشبكات والفايبر أوبتكس والأنظمة الذكية المدمجة. طيب أنا زي أي طالب أو مهندس لسه فريش جرادز بيبقى طالع، بيبقى متلخبط مش عارف يختار أنه تراك أو أنه مجال اللي يقدر يكمل فيه. بس كان عندي حلم ان يبقى ليا البيزنس او الشركه الخاصه بيا. حلو. في وقتها كان قدامي فرصه في مجال الموبايل في شركه من الشركات الرائده في مصر والانترناشونال في نفس الوقت. انتهزت الفرصه دي طبعا. بعد وقت ابتديت اتنقل من اكثر من بوزيشن فيها على حسب الخبره، بس يعني عاوز اقول لك انه برضه كان في انترفيوز كتير، كان في ريجكشنز كتير مش بس في المجال ده، حتى لما كنت بحب انقل لمجال غيره. في وقتها سمعت عن مبادره شباب مصر الرقميه. فقلت واي نوت، ما اجرب مجال جديد. يعني انت دخلت واخدت الماجستير في المبادره؟ انا قدمت على المبادره. هو ما كانش ماجستير، هو كانت شهادات انترناشونال وبراكتيكال في نفس الوقت على المجال الداتا نتورك والفايبر اوبتكس ورياده الاعمال. كل واحده منهم كان ليها دور انها تغير الكارير بتاعي خالص، من اول رياده الاعمال اللي هو رجعني تاني للحلم اللي كان عندي من 2014 انه يبقى ليا الشركه بتاعتي. الجزء الثاني بتاع الداتا نتورك لقيت ان انا حابب المجال ده اكتر، وفي نفس الوقت عملت شيفت كارير جذري من مجال الموبايل اللي انا كنت فيه لمجال تاني ما كانش اصلا في دماغي بصراحه في وقتها. ساعدتني بطريقتين. الطريقه المباشره انه الشهادات دي كانت هي اللي ليها الفضل ان احنا نقدر نشيل اول مشروع باسم الشركه نفسها، باسم شركه كواليتي. احنا كنا موجودين طبعا زي ما كنت قلت قبل كده. بدانا انا وشريك ليا في الغردقه، كل واحد فينا ساهم بمبلغ وقلنا هنجرب. يعني يا مايكل انا بس عايزه اسالك، يعني انت اخذت مجموعه الشهادات الاوليه لكن ما كملتش في المبادره الاخر، انا كده فاهمه صح؟ لا كملت في المبادره الاخر. طب حلو. هي الفكره ان الدعم كمان اللي انت اخذته غير الدراسه، اقصد هل المبادره كمان عندها مساهمات لاحتضان الشغل بتاعك المشروع بتاعك، ولا هو الدعم العلمي اللي فرق معاك اكتر؟ هو بالنسبه لي انا ما كانش مشروع، انا كانت شركه متكامله الاركان من اول الجزء التكنيكال والبراكتيكال اللي هو خلاني اسست الشركه من البدايه لغايه لما ابتديت انزل الماركت وانزل اقول ان انا شركه شغاله في مجال شبكات المعلومات والفايبر اوبتكس في جزء من البحر الاحمر او الصعيد. الشركات دي كلها او كل المعروف عن الاونرز الموجودين بيجيبوا شركات من القاهره، فكانت انا اول شركه موجوده يعتبر في المنطقه دي من نفس المنطقه من الغردقه نفسها. فكانت المبادره ساعدتني بطريقه غير مباشره. وفي نفس الوقت طبعا كان ليها الفضل طبعا بعد ربنا ان احنا نقدر نشيل الشغل نفسه. لا ربنا معاك، ويا رب دايما نسمع كده انه المبادرات مؤثره في حياه اصحابها. ولما بنقول ان المبادره بتاثر في حياه الناس، بتاثر في مستقبل الدوله، هو ده ما هو اللي مايكل بيقوله. انه الصعيد مثلا كان محروم من النوع ده من التخصصات لانه ما كانش موجود، مايكل بقى موجود بيسد هذا الدور. زياد هتعمل ايه بقى بعد الماجستير؟ لازم تقول لنا. هو انا حاليا بشتغل في شركه استشارات. من غير ارقام، مرتبك زاد وفرق بعد الدراسه ولا ما فرقش؟
هو انا الفكره يعني ما اقدرش اقارن عشان انا قبلها ما كنتش بدات شغل كنتش لسه. كنت اشتغلت اصلا يعني انا اول حاجه عملتها بعد التخرج هي ان انا بدات ان انا اقدم في المبادرات. حلو. فما عنديش مقارنه قوي. بس لو هتكلم على اللي كانوا معايا في المبادرات في المبادره وكده كلهم كانوا بيقولوا ان المرتب زاد، يعني زاد بفرق بشكل ملحوظ. يعني سوق العمل هنا وعالميا، انا عارفه ان معظم اللي بيشتغلوا في مجالاتكم بيقارن طول الوقت بالسعر العالمي، احنا قريبين ولا ولا بتقول لا انا باخد مرتب كويس قوي مقارنه باني قاعد في بلدي ومرتاح ومش متغرب؟ يعني هو صعب ان انا اقارن ببره عشان برضو بيبقى فيه مقاييس تانية زي زي يعني سعر المعيشه وكده. فبره برضو يعني على قد ما المرتبات اعلى فبرضو بس برضو الاسعار اعلى شويه لو هنقارنها بهنا بالظبط. بس لو احنا هنقارن احنا بنقارن بالبلد اللي احنا عايشين فيها الاعلى اجر بالظبط مش كده؟ احنا عايزين بس نشجع الناس، ما فيش حاجه بتشجع الناس يدرسوا هو حاجات. هو اصلا مجال التكنولوجي نفسه يعني من المجالات الاجور بتاعتها اعلى من المجالات التانية. طبعا. اخر سؤال، انت قلت لي حاجه مهمه جدا في الفاصل اللي عايزه بس الناس تسمعها، مبادره مصر الرقميه بندرس في تخصصات. مبادره بنات مصر الرقميه. بنات مصر الرقميه. ايه التخصصات الموجوده حاليا؟ انا لما كنت قدمت عشان كنت في اول دفعه كان هم ثلاث مسارات بس، اللي هو علوم البيانات والذكاء الاصطناعي ده واحد بالظبط، والثاني كان علوم الروبوتات او الروبوتكس، وكان سايبر سيكيورتي او الامن السيبراني. دلوقتي في كذا مسار اتضاف، في اثنين اتضافوا من قريب اللي هو الفنون التطبيقيه، وفي مسار ثاني اداره الاعمال. فدول بقى دلوقتي بقى بياخدوا من كليات يعني اكتر زي مثلا الجرافيك ديزاين وحاجات اللي هي ليها علاقه بالبيزنس وكده. بس ففي كليات اكتر بقت بيتاخد منها خريجين جداد وفي مسارات تانية بتضاف. من واحد لعشرة لو قلت تصنيف كده تشجع الناس تشترك في مبادرات حكومية زي دي؟ على طول عشرة. كانت تجربة ايجابية بالنسبة. انا بالنسبة لي انا اصلا كنت من المشككين في المبادرات دي. بس يعني انا من سنه ونص ما كنتش اتخيل ان انا هوصل للمرحله اللي انا وصلتها دلوقتي، فعشان كده بالنسبه لي هي 10. انا بشكرك يا زياد. وحابب اوصل حاجه كمان قبل بس ما نخلص، ان باب التقديم دلوقتي مفتوح دلوقتي للدفعات اللي هم خريجين حديثي التخرج في المجالات اللي انت قلتها. فاللي عايز يلحق عشان هيقفل قريب يعني. ثانك يو يا زياد. You're welcome. يعني افضل حد يبقى بيتكلم عن تجربه هو الشخص اللي خاضها ونجح فيها وتاثر بيها، فبشكرك. شكرا جدا. واجمل حاجه فيك بقى ان انت كنت واقعي، ما عدتش بقى تعمل لنا فيها ايه المثالي دائما. شكرا يا زياد. بشكرك. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، كل سنه وحضراتكم بألف خير ونشوفكم ان شاء الله على كل خير.